إنه البلد الذي يضيء شوارع باريس، بينما يعيش أغلب سكانه في الظلام. إنها النيجر، واحدة من أكبر دول أفريقيا مساحة وسكاناً ومشاكل. لماذا انقلاب النيجر يثير كل هذا الاهتمام العالمي؟ لماذا لم يشهد العالم كل هذا الاهتمام عندما وقع انقلاب مالي أو انقلاب بوركينا فاسو؟ تبدأ الإجابة من معرفة ما هي النيجر. النيجر دولة تقع في قلب أفريقيا ضمن ما يعرف بمنطقة الساحل. حزام من الأرض يمتد من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر. تمتد هذه المنطقة على مسافة 5900 كيلومتر، وتعرف بأنها أكثر مناطق العالم في معدل الزيادة السكانية. جغرافياً هي أكبر دولة في غرب أفريقيا بمساحة تصل لمليون ومائتين وسبعة وستين ألف كيلومتر، وعدد سكانها يتجاوز 25 مليون إنسان. من أكثر دول أفريقيا فقراً، تصنف بين أكثر بلدان العالم مديونية بالنسبة لحجم الناتج المحلي. 99% من سكانها مسلمون، 4% منهم عرب، ومنهم رئيس البلاد محمد بازوم الذي وقع الانقلاب عليه في 2023. كان أول رئيس منتخب يتسلم السلطة في انتقال سلمي منذ استقلال النيجر عن فرنسا عام 1960. علق خاطفوه دستور البلاد ونصب الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيساً للدولة. الحدث ضج به العالم ويهدد بحرب في وسط القارة السمراء. النيجر كانت مهمة ولا تزال. من الناحية الاستراتيجية كان ينظر إليها في العالم الغربي على أنها مستقرة سياسياً وسط بحر من الفوضى، فجيرانها مالي وبوركينا فاسو دول قد استسلمت بالفعل لانقلابات عسكرية بتأييد من روسيا. تستضيف النيجر قواعد عسكرية فرنسية وأمريكية، وتصفها الخارجية الأمريكية بأنها شريك موثوق به في مكافحة الإرهاب. من الناحية الاقتصادية هي المصدر رقم 29 للذهب في العالم، رابع أغنى دولة في العالم من حيث احتياطيات اليورانيوم، وتنتج 7% من جميع الإمدادات العالمية، وتمتلك البلاد احتياطيات نفطية كبيرة. أيضاً النيجر معبر للطاقة، منها كان الاتفاق مع الجزائر ونيجيريا لعبور خط أنابيب الغاز العابر للصحراء. بهذا المعنى هي مهمة لأوروبا في محاولات البحث عن بدائل مستدامة للغاز الروسي. بالنسبة لروسيا، النيجر التي يحكمها موالون لموسكو وغاضبون من فرنسا ستعني نفوذاً روسياً طاغياً في وسط غرب أفريقيا. بالنسبة لفرنسا، النيجر مسألة أكون أو لا أكون. فرنسا تعتمد على الطاقة النووية بحوالي 70% من طاقتها، و19% من اليورانيوم الذي تستخدمه مفاعلات فرنسا النووية يأتي من النيجر. احتكار بدأ منذ عام 1971. سيناريو الحسم في النيجر يحدد مصير فرنسا في أفريقيا أو يكاد. فهل النيجر نهاية لنفوذ فرنسا؟ أم مرحلة جديدة من التدخل القاسي؟ غرب النيجر ثلاث دول شهدت عدة انقلابات عسكرية، في غينيا وبوركينا فاسو ومالي. انتشار الانقلابات بين دول متجاورة حدودياً وصف بعدوى انقلابات عسكرية تجتاح غرب أفريقيا مجدداً. ينظر الانقلاب غينيا على أنه جاء ضد مصالح موسكو ولصالح فرنسا، في حين تصب انقلابات بوركينا فاسو ومالي في صالح روسيا. لم يتدخل الغرب بعد لإجهاض الانقلابيين. آخر مرة استخدمت إكواس القوة العسكرية كانت عام 2017 عندما رفض يحيى جامع التنحي عن السلطة في غامبيا بعد خسارته في الانتخابات. تجمع 7000 جندي على حدود غامبيا بقيادة السنغال، ما أجبر يحيى جامع على التنحي. مجموعة إكواس هي تجمع لدول غرب أفريقيا والنيجر عضو بها. إنهم يقودون جهوداً عسكرية ضد الانقلابيين في النيجر بدعم من فرنسا وبتأييد من الولايات المتحدة الأمريكية. فرنسا القوة الاستعمارية السابقة صارمة في إدانتها، فهل تكون عنيفة في رد فعلها؟ العديد من أبناء النيجر يحملون فرنسا مسؤولية الفقر الشديد في البلاد، وينظر لفرنسا كقوة استعمارية لا تزال تفرض عملة الفرنك الإفريقي على 14 دولة بينها النيجر. ويتعين على البلدان التي تستخدم الفرنك الإفريقي CFA تخزين 50% من احتياطياتها من العملات لدى بنك فرنسا.
الأمر الذي يراه الأفارقة نوعاً من الاستعمار الاقتصادي. تعول فرنسا على قيادة جهود مجموعة إكواس لإعادة رئيس النيجر لمنصبه. تعول أيضاً على رفض أمريكا لنفوذ روسي إضافي في أفريقيا على حساب النفوذ الغربي. أي تدخل عسكري من قبل المجموعة في النيجر سيعتمد بشكل أساسي على نيجيريا التي يتألف جيشها من 223 ألف فرد، فضلاً عن امتلاكه طائرات ومقاتلات حديثة، في حين يعد جيش النيجر واحداً من أضعف الجيوش تعداداً وعدة. ونيجيريا ودول الإكواس لديها الدافع للتحرك أن لا تصل عدوى الانقلابات إليها. في 2021 شهدت نيجيريا محاولة انقلاب عسكرية فاشلة، وفي يناير 2023 شهدت تشاد محاولة انقلاب عسكري فاشلة أيضاً. تنظر الدول الأفريقية لما يحدث في النيجر على أنه شيء لن يتوقف عندها ما لم يتم إيقافه فيها. عمل عسكري في النيجر قد يعني حرباً بالوكالة بين القوى الكبرى. هناك تقارير تتحدث عن اتصالات بين قادة انقلاب النيجر ومجموعة فاغنر الروسية يطلبون المساعدة للتصدي لهجوم إكواس المحتمل. السلطات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو اعتبروا أن التدخل العسكري في النيجر سيعني حرباً شاملة في المنطقة. منطقة غرب أفريقيا كانت نفوذاً فرنسياً خالصاً. النيجر هي آخر معاقل هذا النفوذ. إن نجح انقلاب النيجر العسكري في تثبيت أركانه، ستكون فرنسا خارج منطقة غرب الساحل.